كان لابد أن يمر وقت ما قبل أن نعي حجم الكارثة وحدودها، قبل أن تتضح ملامحها ونتمثلها في نفوسنا وواقعنا المشهود، قبل أن نصوغ لها مصطلح النكبة، نكبة فلسطين، وندرك أننا جيلها وشهودها وضحاياها. كان يجب أن يتحول ذلك الحاضر إلى ماض نعيش في امتداداته وتفاعلاته، قبل أن تعلن الذاكرة وحدها أننا كنا نعايش نشوء النكبة وضياع جزء عزيز من الوطن. أما في ذلك الحين وفي غمرة التعامل مع التفاصيل الشخصية المفزعة التي خلقتها الظروف المتجسدة، كان الذهول هو الحالة السائدة، ذهول الدوامة التي تحتويك تماما وتشل وعيك حتى لا تستطيع أن تقدر حدود ما أنت فيه. فقط حينما تخرج من الصدمة الأولى، حين يفصلك الزمن عنها، تدرك أبعادها الكاملة المرعبة.